السلام عليكم الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناتكم المفضلة قناة جوهر السويس. طبعا أنا في جولة جديدة، وعشان تعرفوا إن الفيديو ده مش مسجل ولا قديم، آدي بيحضرني حبيبي هندسة، أخبارك إيه؟ بس حالك هندسة. بيحضرني الشيف العالمي حبيبي هندسة، حبيبي الكل، الله يكرمك يا باشمهندس. أنا بستشهد بيك إن الفيديو ده حبيبي. بتاع يوم السبت لسه جديد. لسه أهو. يعني طبعا حاجة ما شاء الله. وبرضه يا جماعة على سهوة أهو، الكابوريا صاحية، اغرف لنا كده يا حبيب قلبي. هات كفة فاضية، حط كده الكابوريا تلعب. لا هما مشبكين في بعض. هات، بصوا يا جماعة، ده بيؤكد لكم كلامي ان احنا دايما دايما. صباح الفل يا حبيبي، منور يا حاج. ده حبيبي، ده انت نورك. بصوا يا جماعه، الكابوريا في اي وقت تيجي عند احمد عبد الله امبراطور، هو امبراطور واحد في السوق يا جماعه، صح؟ امبراطور الكابوريا، وليس له اسم اخر، ان الملك هو الله. دي كابوريا يا جماعه. بصوا يا جماعه، يا الراجل واثق في نفسه ودايما بيحب. ايه رايك يا حسام؟ لا حاجه ما شاء الله، الله اكبر. بعدين الشيخ احمد راجل محترم وبيجيب الحاجه الصح، اهي باينه، هي بتتكلم عن نفسها. يعني دايما يبيع ايه؟ ده الحاجه النظيفه. ولما اجي لك طلبيه بتجيبها منين؟ بجيبها من عند الشيخ احمد. يعني انا يمكن انا بجيب كابوريا قليله، بس لما بحتاج حاجه باجي اخد. حتى الاسبوع اللي فات خدت من عنده اللي كان مطلوب، ثقه فيه، نص كيلو كابوريا، حاجه نظيفه. ربنا يحب فيك الناس يا ابو حميد. وريني وشك الجميل ده بقى، ايه الكاريزما بتاعتك بتاعت الناس دي؟ يا عم ده من عند ربنا الحمد لله. لا واخلاص، ما ربنا بيطلع على القلوب. طبعا الحمد لله. انت الاخلاص عندك عالي. لا تمام؟ الله اعلم بمن الاخلاص. تمام؟ بصوا يا جماعه، اغرف يا احمد عشان الناس تقول لا حبه ميتين ولا حبه صاحيين. لا لا لا، كله صاحي اهو. عضي عضي يا كابوريايا. جميل جميل جميل. ايوه دي لقطه الشاشه. استنى زي ما انت كده. يا امبراطور، دي لقطات، يعني دي بقول لك ايه، من غير كده اي حاجه بفضل ان افتح لك الثلاثه اللي في ايدي دول. والله انا لا انا واثق. طب اهو بصوا يا جماعه، بسم الله، اظن على ميه بيضاء. بصوا يا جماعه، ادي واحده عضتها جامده احمد، ادي الثانيه احمد العضه جامده الصغيره دي بالذات، ادي الثالثه. بصوا يا جماعه، والصغيره احلى من الكبيره، كلها بفضل. بص الحمام ما شاء الله بيلعب. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيك وفي عمرك وفي امانتك يا امبراطور. ربنا يكرمك امبراطور. واحد بس يا جماعه، ولا كلام من ده، هي كلها بفضل الله مطرخه. حتى الزبون الايام دي حلوه، يعني الكابوريا معظمها مبطرخ يا عم احمد. اصل الدنيا ايام وايام برضه، خد بالك انت. تمام يا جماعه، انا مش محتاج اقف على الفرش يا جماعه. ايه بعد الجمال ده؟ واحنا برضه هوريكم الفرش صاحي برضه. تعالى يا اخي، تعالى. ابو حميد ده بياخد من عندي على طول برضه. ورينا يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك. انا الصراحه جيت للشيخ احمد ده عن طريق القناه، وعمره ما خايب معايا الصراحه. ايه رايك؟ قمه الامانه والاخلاق. لا والادب. والله العظيم قمه الامانه والاخلاق. انا بحبه ليه؟ عشان عنده امانه وعنده صدق. ما شاء الله عليه يعني. يا ابني شهاده حق. شهادة حق والله. كنت جاي على سهوة. انا جاي على سهوة، انا جيتكم بتاع اربع مرات عن طريق القناة. وانا عن طريق القناة يا جماعة. في السوق. يا جماعة كل اللي عايز كابوريا نظيفة وكابوريا صاحية. احلك على فكرة، انا اسكندراني. كمان. انا اسكندراني. والكابوريا دي يعني نادرا لما بلاقيها في اسكندرية. تمام؟ والله. ربنا يطعمك اطعم الاسماك يا رب. الله يخليك يا احمد حبيبي. انا من خلال قناتي ربنا بقول لك. لا وفي ناس كتير برضو جات لي بصراحه بفضل الله عن طريق برضو جواهر السويس، وما كانوش عارفين السوق هنا. وانا بقول لكم يا جماعه، خير من يمثل القناه ربنا يعزك في الكابوريا. يعني ربنا يرفع قدرك الشيف، ربنا يرفع الاستاذ، ربنا يرفع قدرك، ربنا يجعلنا افضل ما اظن يا عم احمد. وخير من اثق فيه في الاسماك والاوردرات. الله يكرمك يا هندسه. الشيف حسام حسن. دول يا جماعه وانا مغمض كده، يعني يا جماعه خدوا المصداقيه، خدوا الامان، خدوا الاسعار ايه الكويسه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب دايما تكون عند حسن الظن يا شيف. يا رب يكون عند حسن الظن. يشوف بقى الفرش على الـ على الـ على الـ على الترابيزه. طب حبيبي ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ نرجع يا جماعه بقى. ماسكه كبيره قوي ده نراره، اعملوا لايك يا سويس. ماسكه كبيره قوي ده نراره. نرجع يا جماعه بقى ونتابع الفيديوهات ده.
بصوا يا جماعه هنبدا مع بعض بانوراما. وهو كان مفتح في البث المباشر كابوريا كلها يا جماعه كهرمان كده. كلها صحيه يا جماعه، كلها صحيه، كلها صحيه. هم قسموا يا جماعه، قسموا احجام، وفي اي وقت تعالى خد كابوريا صحيه. واحسن وقت الله، انا احب اللون ده قوي يا احمد. حلو، ما هي بقى سبحان الله استوى يعني فيها المسفره وفيها اللي مشعره بسيط. لا ده لون الكهرمان الذهبي ده. بس هي دلوقتي كلها كده بفضل الله، كلها متروسه بفضل. تمام، نتابع الجوله. شوفوا يا جماعه في حجم صغير للشوربه، ومع ذلك برضو ده 40 ماشي. 40 ماشي. وده كبير شويه. ده لسه بتنقض يا عم احمد بصراحه، يعني ده يعني ناخد ده ب 60 مثلا. في اللي زي كده ده ب 60 يا عم. ده ب 60 واخد بالك. ده ب 80. ده ب 80 الكبيره شويه. اللي ده ب 80. تمام. دي يا عم احمد 120. 120 عشان كبيره. واخد بالك. عشان كبيره يا جماعه. بس بسم الله ما شاء الله. بس كده والله يا احمد على فكره بتتباع، بيبقوا هنا ب 150. مش انت صاحب محل؟ طبعا. تفرق ايه عن 80؟ بناكل ب 80 ماشي، على كل واحد على حسب امكانياته يا عم احمد. صح ولا لا؟ يقول لك عشان العيال الصغير اعرف ابصصله. مفيش بول، ما تفرقش معاه السعر. الله ينور عليك. لكن كلها ميه مالحه. بص فضل زي الفل، كله كل حاجه بفضل الله. ويكفي انها. وريني يا احمد صحيه اهي، اهي كلها صحيه. يعني عايزين ايه تاني يا جماعه؟ اقول جوده ايه وهي صحيه؟ الحمد لله. قول قبل الناس يا احمد. في حاجه ب 60 زي كده، وفي حاجه ب 40 زي كده. دي بتتنقط منها لسه. لسه بتتنقط. ده اللي بينقط. في حاجه ب 80 زي كده يا اخويا، وفي حاجه ب 120. دي ب 120 حضرتك، ودي الوسط ب 80، يعني ما تفرقش. وفي ب 40 اللي هي الرفيعه بتاعت الشوربه. صح يا احمد؟ صح بالظبط كده. في ذكر برضه يا عم احمد اهو. بعد حاجه بسيطه النهارده. استاذنك استاذنك يا باشا. العفره دي؟ الكابوريا الكبيره دي بكام؟ انا يا عم احمد دي 70 يا عم احمد. 70 كرة برضك صاحية ما شاء الله. ايوه استاذنك. دي 120 بس كده صاحية. تمام تمام تمام. ذكر صاحي والله. انا اكل الكرة في الحشو الجمبري. يعني الناس اللي عايز تشوي تحشي جمبري في الحشو. في الحشو جميلة. جميلة جميلة. اقول لك انا شايفك الحجاري مخلصه. الحجري خلص. الحجري خلص. اسلام وتامر. اسلام اللي هو جالك امبارح عايز يسلم عليك، بس انا ارد عليه. بسم الله ما شاء الله. كلها صاحيه وشابكه ببعضها. ايه دي بين اوضه يا جماعه؟ في منها ب 60 وفي منها ب 80. في 120 برضه. وفي 120 هنا برضه يا جماعه. طبعا قناه جوار السويس يا جماعه دايما تنقل لكم الواقع، ويوميا بتقول لكم الاسماك شكلها ايه وعند مين اجود الحاجات. ماشي اديها كيلو. لا دي انا دي. خدي كيلو ونص بال 50 بقى على طول. كابوريا يا جماعه نطت صاحيه ونطت على الارض. بابا طلع الملك. ما تنقلها يا احمد المليانه بعد اذنك. هينقلها يا زياد. لا بلاش المبقعه دي يا بابا. لا مش مبقعه دي يا عم. دي الميه ولا ايه دي؟ لا ما فيهاش حاجه دي. كابوريا نظيفه اهي. هنا كنت سودا من جوه ما عنديش. ايوه لا مفيش سواد. اي كابوريا فاضي يا عم احمد بفضل الله. انا بنكش الناس عشان بطلع. لا انا والله لا بفضل الله الواحد بيراعي ربنا على قد ما يقدر. الحمد لله. اي كابوريا فاضيه والله بخليها على جنب لوحدها. الحمد لله. ببعتها بفضل الله. تاني بتبقى سودا من جوه ما عنديش كلام من جوه. كلم ما اعرفش اسال الاخت عادل. هو سامح بيها ب 40 ولا غيرت؟ ب 40. نقلها يا زياد اللي هي عايزاها يا زياد. اجيب لك ايه؟ منورنا طبعا جمهور جوار السويس يا جماعه وشيف حسام، ربنا يبارك لي فيكم. انا هنهي اللقاء كده يا احمد. بني اللقاء بكلمه. لا نحسبك نحسبك على خير والله يا عم احمد، ويعني بفضل الله. وهنا بفضل الله في مصداقيه، يعني بفضل الله اللي الزجه تبع جوار السويس واخد بال حضرتك بياخد احسن حاجه. ويعني العم احمد خاصه بفضل الله والله فعلا، يعني بحلف بالله اللي بيجي بريحه في السعر وبريحه في النقاوه كمان بفضل الله. وانت سافرنا في الاشتراكات وفي اللايكات صح؟ طبعا يا عم احمد. بتقول للناس ايه؟
بقول لهم طبعا ان عم احمد نحسبه على خير، وعم احمد يعني من افضل الناس هنا اللي بينت في الانصار. تمام. اه والله مش كلام يعني، وبفضل الله يعني في ناس بفضل الله يعني وكلاء نيابه عندي ومستشارين وتشرف بلد يا احمد وشركات بفضل الله، واخد بالك انت؟ كلهم بفضل الله جولي عن طريق حضرتك عم احمد. طبعا المصداقيه احمد الامبراطور. ربنا يعزك يا عم احمد. انا ببقى سعيد معاك. اتفضل يا عم احمد. بس بصراحة يعني عايزين نقول للمشاهدين يعني لله يعني يعملوا اشتراك للقناة اللي بينت يعني الحاجة الحلوة من الحاجة الوحشة، من ده من ده من ده، ويعملوا لايك ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده، خد بالك أنت، واشتركوا في القناة. حبيبي والله حبيبي والله حبيبي. ويصلوا على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول.